حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عن عثيمي بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال ألق عنك شعر الكفر يقول أحلق. قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألق عنك شعر الكفر واختتن.